يحتفل الهندوس في هذا التوقيت من كل عام بانتهاء موسم الشتاء، ويستقبلون الربيع بمهرجان الألوان أو ما يعرف باسم عيد الربيع، وهو احتفال بموسم الحصاد وخصوبة الأرض ووداع فصل الشتاء. إلا أن له جذورا تاريخية ترجع إلى مئات السنين عند معتقدي الهندوسية، حيث يكون احتفالا بطرد الشياطين، ويحتشد آلاف وقد جهزوا أكياس الألوان الكبيرة ويتراشقون بالألوان السائلة والترابية بفرحة كبيرة. وتتنافس النساء في المهرجان لهزيمة الرجال باستخدام العصي الخشبية لصدهم في محاولتهم لإغراق النساء بالألوان.